الجزائري رياض محرز دائما في تنفيذها، يرفعها في القائمة الثانية بعيدة تماما، من هنالك بالراس وجول، بالراس وجول. رامي بن سبعين ياس الشباك ويفك العقدة ويسجل الهدف الأول عند الدقيقة العشرين. يا سلام عليك يا رامي، جاء من بعيد الكرة وقعت أمامه حطها في الشباك، جول. هذا هو الهدف المنتظر والمرتقب الذي سيفك شفرة هذه المباراة. نعم يا رامي في المكان المناسب يسجل هدفه الثاني مع منتخب بلاده، هدف مقابل صفر بعد 20 دقيقة لعب. يهتز ملعب مصطفى تشاكر رغم الصعوبة التي وجدها المنتخب في بناء لعبه. الركنية من رياض في القائمة الثانية، رجعت الكرة بالرأس من هنالك من بنزية حطها براعة بغداد كان هنالك، ورامي جاء من هنا وسجل الجول. هدف مقابل صفر للمنتخب الجزائري أمام بنين. يا بغداد ضغطك على الحارس صنع الفارق، وبرامي بن سبعيني كان في المكان المناسب وفي الوقت المناسب بيسراه.